الاحتيال المالي أساليبه ووسائل الحماية منه ودور اللجان في التوعية، هذا هو موضوع حلقتنا لهذه الليلة. طاب مساؤكم بكل خير. أستضيف معي لمناقشة هذا الموضوع الأستاذ خالد بن عبد العزيز أبو عبيد، رئيس لجنة التوعية المصرفية للبنوك العاملة في المملكة. أهلا بك أستاذ خالد. أهلا فيك. أنت كذلك شغلت أكثر من 27 سنة في العمل المصرفي، بداية من البنك السعودي البريطاني 17 سنة وخمس سنوات مع البنك السعودي الأمريكي، وحاليا لأكثر من خمس سنوات مع البنك العربي الوطني. نعم. وتشغل حاليا منصب نائب مدير عام بإدارة الالتزام ورئيس وحدة شكاوى العملاء. أهلا نعم. بك. أهلا وسهلا. لعلنا نبدأ بداية من تعريف الاحتيال المالي، ماذا يقصد به؟ نعم، أرحب فيك والسادة المشاهدين أخوي جمال. الحقيقة الاحتيال المالي هو عملية كسب أموال غير مشروعة. نعم. بعدة أساليب وعدة طرق. نعم. وراح نتطرق لها في الحلقة، لكن هي عملية لاكتساب مبالغ غير مشروعة بطرق غير مشروعة. نعم. وهذا طبعا له جوانب سيئة كثير على الاقتصاد والأنظمة فهو بتعريفه البسيط كسب غير مشروع. نعم. يعني هل هناك أساليب معينة للاحتيال المالي أو الاحتيال المصرفي تحديدا عن طريق البنوك؟ طبعا أساليب الاحتيال عديدة وطرقها كثيرة الحقيقة. ولو نحاول نقسمها إلى شقين. طيب تفضل. الشق الغير معقد والشق المعقد. فخلنا نبدأ بالشق الغير معقد. يعني مثلا الأساليب الآن أنه محاولة مثلا استغلال الثغرات اللي موجودة عند العملاء، مثلا ضعف العملاء في تساهلهم ببطاقاتهم، مثلا بأرقامهم السرية، مثلا بدفاتر شيكاتهم بأرقامهم السرية، سواء للهاتف المصرفي اللي يتم عن طريقه تحويل الأموال أو الإنترنت كذلك. نعم. فطبعا تساهل العملاء هذا هو اللي يعطي الفرصة للمجرمين بجميع واختلاف أنواعهم وقطاعاتهم أنهم يستغلوا الناحية هذه ويخترقوا الحسابات ويستغلوا الناس هذول. استغلال الثغرات الأمنية عن طريق حسابات العملاء فقط أم عن طريق أيضا ثغرات في أنظمة هذه البنوك؟ طبعا الثغرات في أنظمة البنوك هذه قليلة جدا، لأن البنوك الحقيقة يعني تضع اختبارات كبيرة واعتبارات كبيرة لأنظمتها وتصرف المبالغ الطائلة على حماية أنظمتها. نعم. وكل منتجاتها قبل ما أنها تطرح للأسواق الحقيقة يتم عليها اختبارات عديدة كثير، بحيث أنها ما ممكن أنها يطرح المنتج للعملاء إلا أنه متأكدين تماما أن المنتج هذا خالي من الأخطار العالية أو الأخطار المتوسطة أو حتى البسيطة. ويخضع وبعد كده يطرح خلنا ناخذ مثلا منتج بسيط، خلنا نتكلم عن أسهل شيء اللي هي بطاقة الصراف والرقم السري. طبعا أنا لما يجي واحد يفتح حساب أول شيء ما أعطيه رقم سري وبطاقة ليتمكن من أنه يسحب الكاش من أي موقع ماكينة صراف. إذا العميل تساهل في هذه وضيعها أو أنه تساهل فيها وأعطاها أحد واستخدمت، طبعا هذه ثغرة عند العميل، ولكن أنه نظام ما ممكن أنك تخترق الحساب المصرفي إلا من خلال البطاقة هذه والرقم السري. ولا يمكن أبدا أنه يعني كأنظمة للبنوك ما ممكن أنك تخترقها إلا أنك تستولي على البطاقة وتستولي على الرقم السري هذا. طبعا استيلاء على البطاقة والرقم السري الأنواع وأساليب كثيرة الحقيقة. يعني أنت أخذت هذا المنتج ودعنا نقف عليه. يعني برز في الآونة الأخيرة حديث حول عملية وجود بعض الأجهزة إما في لوحات مفاتيح أجهزة التصرف الآلي أو في مدخل البطاقة. نعم. لأجهزة التصرف الآلي. نعم. هذه الأجهزة ووصول هؤلاء المحتالين أو أيا كانت تسميتهم إلى هذه الأجهزة وتثبيت أجهزة الاستنساخ على أجهزة التصرف الآلي بهذا الشكل، كيف يستطيعون الوصول إلى هذه الأجهزة وتثبيت أجهزة الاستنساخ عليها رغم وجود كاميرات مراقبة؟ صحيح. على أغلب أجهزة التصرف الآلي. صحيح، هذا كلام سليم أخوي جمال. الحقيقة هذه هي عصابات، هي ما هي أفراد ولا عمل فردي، هي عصابات منظمة تقوم بالعملية هذه، هذا ما يسمونه بعملية استنساخ البطاقات. طبعا العصابة هذه تستحدث جهاز صغير يكون مشابه تماما، جهاز صغير يكون لا
يعني انه ما ممكن العميل العادي انه يتعرف عليه. يلصق الجهاز هذا تقريبا على فتحه ادخال البطاقه في ماكينه الصراف الالي بحيث انه يكون مطابق الشكل واللون ويعني جميع المواصفات. اذا جاء العميل ومرر بطاقته من خلال الفتحه هذه اللي موجوده تنسخ المعلومات. نعم هذا يعتبر قارئ يعتبر، فقرا جميع المعلومات الخاصه بالبطاقه. كيف يستولون على الرقم السري؟ في كذا طريقه، منها انهم يضعون لوحه مفاتيح مزيفه على لوحه المفاتيح الموجوده الاصليه بحيث انه العميل اذا دخل الرقم السري يحصلون عليه لانه جهاز قارئ برضه نفس الشيء. او بكاميرا تكون كاميرا لا ترى مثبته في مكان محكم بحيث انه يستطيع انه يشاهد العميل وهو يدخل الرقم السري. اذا حصل العصابه هذه اذا حصلت على الرقم السري وحصلت على معلومات البطاقه اصبح بامكانها استنساخ بطاقه بيضاء جدا ما عليها لا اسم ولا رقم ولا شيء، اللهم المعلومات موجوده في السترايب هذا اللي هو الماجنتيك تيب اللي خلف البطاقه. طبعا في الحاله هذه عنده البطاقه الان وعنده الرقم السري يقدر انه يسحب من حساب العميل هذا من اي دوله في العالم خلال شبكه الكترون. فمو لازم انه يكون موجود في السعوديه ولا لا ابدا، هي خارج المملكه تكون. بعد عمليه الاستنساخ نعم، هل يتم كشف هذه العملية؟ هل تقومون بالبنك بمعرفة إذا ما تم استنساخ هذه البطاقة، إذا ما تم استنساخ هذا الشريط؟ نعم. إذا ما تمت عمليات سحب والعميل الأساسي الافتراضي لهذه البطاقة لا يعلم؟ نعم. هل تعلمون بذلك؟ هل يترتب إذن على العميل التزامات مالية تجاه البنك إذا كان هناك، يعني إذا تكلمنا عن الفيزا كارد تحديدا؟ نعم. على الالتزامات المالية، هل تقومون بإخطار العميل؟ ما هي الإجراءات في هذه الحالة؟ طيب خلينا نبدا من اول ما بدينا. انت تقول هل تعلمون؟ نقول نحن من شكاوي العملاء اللي يجي يقول والله انا ما سحبت، نحن ما في البدايه نحن لو ما اشتكى اي عميل يمكن ما عندنا خبر، لكن من اول شكوى او ثاني شكوى واحد يقول والله انا ما سحبت ولكن نكتشف انه كان في الدوله الفلانيه، والثاني يقول والله انا ما سحبت، ففعلا هذه هي البدايه اللي يكتشف منها سواء المصرف البنك او يتم التثبت اذا بدايه من الحاله. من الحاله نعم. واذا لقينا حاله مشابهه معناته انه لازم نحن نسوي تشييك كامل على جميع عملائنا اللي استخدموا بطاقاتهم في الدوله هذه اللي جتنا منها الشكاوي، يعني مثلا جتنا من اي دوله في سواء في الخليج او في العالم، انه والله تم سحب مبلغ كذا، نقول وين استخدمت بطاقتك؟ يعني في اساليب لنا هذا بالخارج، بس المشكله الان استنساخ هذه اجهزه موجوده هنا. لا ممكن هنا وممكن لا، نعم فيه هنا، ولكن بعد الاستنساخ طبعا عمليه الاستنساخ ممكن تكون في اي دوله في العالم حتى في السعوديه وحصلت. نعم. بعد كذا المعلومات هذه مو لازم انها والسحب مو لازم انه يتم داخل المملكه، لا ابدا، العصابات هذه تاخذ الاجهزه هذه وتروح خارج المملكة وتصدر بطاقات زي ما قلت لك مستنسخة وتسحب من دول العالم كلها. ولكن نحن كيف نعرف انه في عملية انه يجي العميل يقول والله انا ما سحبت مثلا من الدولة الفلانية، نقول له وين انت استخدمت مكينتك؟ يقول والله انا اخر مرة استخدمتها في الدولة الفلانية. نعم. ويجينا العميل الثاني عنده نفس تطابق المعلومات هذه، فهنا نحن نحصر وين تمت العملية ونشيك على جميع العملاء، وفعلا نحن حصلت عندنا الحالة هذه وثبتناها وألغينا يعني جميع البطاقات العملاء اللي استخدموا أو يمكن سافروا للدولة هذه حماية لمدخراتهم. هذا الإجراء قامت فيه البنوك كلها اللي موجودة في السعودية هنا، ولا تأثر من عملية الاستنساخ اللي يعني حصلت قبل فترة بسيطة عملاء المملكة العربية السعودية فقط، لا جميع عملاء العالم اللي استخدموا الماكينة هذه في هذاك الفترة. طيب. اللي كان عليها موجود الجهاز. نعم. في حال أنه كان لديكم أحد العملاء وتم استنساخ هذه البطاقة وتم استنزاف مبلغ معين من رصيد هذا العميل، من يعوض هذا العميل عن هذه الخسارة؟ سؤال جميل أخوي جمال. هو الحقيقة نحن هنا ما يعني هي كل كيس بالكيس حقتها، يعني كل قضية بقضيتها. الآن لما نقول أنه فعلا إذا العميل ثبت أنه ما كان له أي طرف في الموضوع وأنه فعلا استخدم الماكينة وتم الاستنساخ ولا له يؤيد في الموضوع، ثق تماما أنه البنوك أنها تعوض العميل وحصل، والبنوك عوضت العميل في الحالة هذه. نعم. كثير جميع الحالات اللي أثبت فيها أن العملية أكيد استنساخ 100%، العميل ما له يد فيها، البنوك عوضت. طيب
هناك يقال أستاذ خالد أن هناك سيكولوجية للاحتيال المالي تنظرون طبعا. إليها بشكل أو بآخر، فسر لي هذه النقطة، كيف تنظرون لهذه السيكولوجية وكيف تتعاملون معها؟ طبعا هي هذه بادية من الأنماط، يعني المحتالين دائما يحاولون يتبعون أساليب للوصول إلى الضحية، وهذه هنا اللي نحن يعني حريصين على التوعية فيها. يعني الضحية ممكن يكون شخص بسيط أو حتى متعلم أو كذا، ولكن أنه ينساق مع الطرق والأساليب اللي المجرمين هذول يتبعون معه، بحيث أنه يشعروا بأنه مثلا، خلينا أضرب لك مثال، ممكن أنه يجي مثلا محتال عند الـ ATM عند الصراف الآلي ويقول والله يا أخوي الكريم أنا ضاعت بطاقتي، ولكن الآن أنا بإمكاني أتصل وأحول لك عن طريق الهاتف مبلغ 2000 ريال وأرجوك تعطي لي إياها، لأني أنا بروح أشتري دواء وأنا والله مضطر، ولو ما أنا مضطر والخميس والجمعة، يعني يجيك بالأساليب هذه، يكون هو أوريدي مخطط يعني للعملية النصب والاحتيال هذه، ومتعود راسه مخططه وخالص في الشخص يعني من الثقة ومن المحب والمساعدة ومن هذه، يشوف العملية فعلا 2000 ريال دخلت في حسابه، يقوم وش يسوي هو؟ يسحبه ويعطيه إياه. المساعدة وين بتصير؟ هو ما يدري ان المحتال هذا اخترق حساب شخص اخر، ما حول من حسابه هو المحتال، اخترق حساب شخص اخر وحول ال 2000 ريال للشخص هذا اللي واقف عند الاي تي ام، ومن ثم وانت بنيتك البسيطه تدخل في طرف في القضيه. نعم، تدخل طرف وتدخل مساءله، يعني القانون لا يحمي المغفلين ابسولوتلي، يعني انا ما ودي اقول كذا، لكن حقيقه يعني انه العملاء احيانا هم يجيبون المشاكل لانفسهم بحيث من الطيبه هذه والثقه، ولكن انا اقول يا جماعه ترى اوكي طيبه وثقه، ولكن في العمليات المصرفيه يا جماعه خلونا نوقف، يعني في اشياء كثيره انا ودي اتكلم فيها بعدين. يعني طيب أنا عشان نكون موضوعيين أستاذ خالد، لنتحدث ربما عن الفيزا كارد أو البطاقة الائتمانية، ما يعرف بالبطاقة الائتمانية. مواطن أو عميل بسيط جاء للبنك وتم عرض هذا المنتج عليه بشكل أو بآخر. التفاصيل التي نتحدث عنها هنا في الفيزا لا نتحدث فيها في جانب توعوي، والبنوك لا تحرص على هذا الجانب بالحقيقة يعني، وهذا أمر واقع ونشهد عشان نكون شفافين بس هنا. يكون في تسويق للمنتج بشكل أو بآخر، لكن لا ليس هناك حديث عن جانب توعية، يعني الاستنساخ لا يتم الحديث عنه أثناء بيع هذا المنتج، لا ليس هناك حديث أن هناك ربما بعض الأجهزة الصراف قد تكون هناك عمليات احتيال عبرها، كذلك ربما عمليات الإنترنت وما يتم من خلالها. هذا الجانب هل هي مقصرة فيه البنوك؟ أنا بكون حقيقة شفاف في العملية هذه، very transparent زي ما يقولون. البنوك ما غفلت عملية التوعية نهائيا، أنا أؤكد لك هذا، أنا زي ما قلت لك 27 سنة في العمل المصرفي وأنا من البداية، في الحقيقة ما غفلت جانب التوعية حتى في أبسط الأمور اللي ما ذكرتها، أنت ذكرتها أصعب الأمور، أبسط الأمور اللي هي ما نستها نهائيا، في موجود في نشراتها، يعني في نفس الأبليكيشن اللي أنت تعبيه في بعض وسائل الحماية، في على شبكات الإنترنت موجودة، على أجهزة الصراف موجودة، يعني إرشادات طريقة الاستخدام، يعني في الفرع نفسه في نشرات توعوية موجودة في الفرع، في زيارة أي واحد يزور الفرع حيلقى هالنشرات التوعوية، يعني في كشوفات الحساب أحيانا يجيك نشرات توعوية في نفس كل شهر، تجيك نشرة توعوية. الحقيقة نحن حذرنا من التسوق عبر الإنترنت بالبطاقات، وأصدرنا بطاقات بتأمين منخفض، حد ائتماني منخفض، يعني 1000 أو 2000 ريال لا سمح الله لو تم اختراقه ما راح يروح منك حد الائتمان الكبير، لو إن بطاقتك مثلا 100 ألف وهكذا. حذرنا من أنه عدم التسوق عبر المواقع المشبوهة أو المواقع الغير معروفة. هذا تحذير من قبل من اللي من البنوك يعني كل بنك طبعا، نحن الحملة هذه الآن شاملة من جميع البنوك مشاركة فيها. أنا أتكلم الآن على كل بنك لحاله، فعلا كل بنك انديفيدوال يعني كبنك، البنوك المحلية وأيضا البنوك الخارجية المتواجدة هنا ولا المحلية بس؟ جميع البنوك الآن في الحملة هذه هي مشاركة، ولكن كل بنك على حدة يقوم بتوعية عملائه، هذه أنا متأكد حسب سياسته، حسب سياسته يعني أي منتج يطرح يقوم التوعية فيه بشكل أو بآخر، وهذه عملية ترى اللي نحن قاعدين نسويه هو عملية استمرارية لبرنامج التوعية اللي تصدره البنوك في جميع منتجاتها. نعم، هناك ربما تساؤل يبرز أمام يعني في ذهن الناس، يعني
أنا ليش اختار المحتال؟ لماذا يتم اختيار ضحايا؟ كيف يتم اختيار ضحايا عمليات الاحتيال؟ هذه طبعا الحقيقة أنه يعني في الاحتيال الإلكتروني والمصرف الاحتيال الإلكتروني خلنا نقول اللي نعم. هو يعتبر معقد هذه يعني ما فيها اختيار أنه والله يعرف الشخص أو كذا، لا، هذه ممكن أنه زي ما قلنا اصطياد بطريقة الاصطياد الإلكتروني اللي هو يسمونه الانترنت فيشنج، بحيث إنشاء مواقع مزيفة ويحاولون يصطادون العملاء بطريقتها، هم ما يعرفون من العميل ولكن العميل اللي راح يتجاوب راح يصطادونه. بينما لو تتكلم عن مثلا وسائل النصب والاحتيال اللي عندنا هنا مثلا كيف يعرفون؟ يشوفون مثلا احيانا كبار السن يحاولون يستغلون كبار السن، يحاولون يستغلون الاميين اللي ما يقرؤون ولا يكتبون، يحاولون يستغلون الناس اللي زي ما قلت لك الثقه الزايده اللي عندهم، او انه يرسل له مثلا رساله جوال ويقول له والله كذا وكذا واستثمر معانا في كذا وكذا، ويشوف ان الرجال هذا متجاوب في يبدا يواصل. يعني المحتالين زي ما قلت لك لهم طرق واساليب عديده الحقيقه في اختيار الضحايا. نعم، انا سالتك قبل قليل عن اساليب الاحتيال المالي، انت حصرت لي بجانبين، لكن دعني اقف انا وياك يعني في بعض الجزئيات ربما التي تهم الناس. يعني احتيال المعاملات الداخليه والاختلاس، ماذا يقصد به؟ المعاملات الداخليه يعني زي ايش انت تقصد المعاملات الداخليه؟ يعني الشيكات وال نعم، فيه ما في شك المعاملات الداخلية هي زي الشيكات، زي مثلا طلبات القروض، طلبات الفيزا، ممكن أن تتم تزوير وإني أنا أستلم بطاقة الفيزا ولكن تكون أنت اللي تسدد، ممكن أنا اللي أخذ القرض ولكن أنت بعدين أنت اللي تسدد، ممكن أني أنا أزور الشيك هذا وبعدين أنت اللي خسران. هذه المعاملات الداخلية اللي ممكن أن يتم التزوير فيها طبعا، وغير العمليات الاحتيال الثانية زي الاعتمادات المستندية وغيرها اللي هي تعتبر كمعاملات داخلية ممكن أنها تثارب. احتيال القروض المالية والعقارية كيف يتم وما هي طريقة؟ طبعا في أساليب كثيرة، يعني احنا ترى هدفنا توعوي بس السخاذة، عشان كذا نقف أنا وياك على كل نقطة ربما للفائدة فقط. في جماعات الحقيقة وهذه حصلت كثير عندنا، أنه جماعات تنتحل شخصية أشخاص، ينتحل شخصية شخص ويزور الهوية ويزور شهادة الراتب والتعريف، شخصية عميل طيب، تنتحل الشخصية وتقدم كأنك أنت العميل وتقدر تحصل على القرض وممكن أنك تأخذ القرض وبعد كذا تسحب القرض وتختفي. أول ما نجي ندور السداد ما نلقاه، نروح نشيك البنك يدور العميل هذا اللي هو أعطاه القرض، يلقى أنه عميل وهمي، عميل غير عشان كذا لما تروح البنك في غير فرعك في بعض البنوك يرجعك إلى فرعك للتأكد من هويتك للمصادقة، يعتمد على العملية المصرفية وش نوع العملية المصرفية اللي أنت بتنفذها ولا لا. الحقيقة في بعض البنوك على أقل سحب وأقل إيداع وأقل ربما طلب من هذا النوع تستدعي تحرك الفرع، يعني أو أنه الفرع لابد له من المصادقة عليه. إذا اشتبه الفرع في أي عملية نعم مصرفية يجب التأكد منها، حتى لو اشتبهت حتى لو قدمت بطاقتك لو أنا اشتبهت أنا كصراف أو كرئيس صرافين أو كمدير فرع اشتبهت أنا في العملية هذه وأبغى أتأكد أنه أنت الساحب ولا أنت المستفيد ولا أنت المستفيد من الخدمة، أكيد أنه لابد أنه التأكد. ماذا يقصد باحتيال الحوالات المصرفية وغسيل الأموال؟ لا، خلنا نفرق بينها، خلنا نقول الحوالات، خلنا ناخذها جزء جزء. جزء. طيب. الحوالات المصرفية الاحتيال فيها عديد الحقيقة، يعني متى ما تم اختراق حسابك أنت؟ الآن زي ما قلت لك أول ما تفتح حساب تأخذ رقم سري لاستخدام الهاتف المصرفي. الهاتف المصرفي يتيح لك إمكانية تحويل الأموال في الداخل والخارج. هذه واحدة. متى ما تم اختراق حسابك المصرفي واختراق الرقم السري هذا بإمكاني أنا أتصل بالهاتف المصرفي وعندي رقم البطاقة حقتك وعندي رقم السري وأحول المبلغ اللي أقدر أحوله إلى حساب آخر وأسحب. نعم. هذا الاختراق من ناحية الحوالات، أو الناحية الثانية اليدوية تعتبر بأنك تكون عارف توقيع العميل، تروح للفرع في نموذج حوالات صحيح، تروح تعبي أنت عارف الرصيد وعارف الاسم وعارف رقم الحساب وعارف التوقيع. طبعا هذا عن طريق اختراق حساب العميل ما في شك أكيد.
وتسويها وتحاول انك تمررها على الفرع. اذا الفرع شاف التوقيع ولقى التوقيع يعني مطابق الى حد كبير طبعا مرت الحواله. طيب. لذلك في طرق حمايه في الحوالات اخوي جمال اذا حبيتني اني اذكرها. تفضل. هي مهمه الان. النظام الحالي الان في جميع البنوك اعطى امكانيه لاستحداث او انشاء قائمه مستفيدين بحيث انك لو بتسدد فاتوره جوال تعرف الفاتوره وتعرف فاتوره اللي هو التسجيل وعدم التسجيل. نعم. انت تعرف كل الناس المستفيدين اللي انت راح تحول لهم. ففي حاله انه اي شخص اخترق الحساب هذا وما هو من ضمن القائمه لا يمكن انه يحول. جميل. طيب استسمحك في فناخذ هذه الاتصالات. صالح من الرياض. صالح. صالح تفضل. الو مرحبا اخ جمال. يا هلا حياك الله. حقيقه احييك ويعني واشكرك على هالبرنامج الطيب. تسلم اخوي صالح. ممكن اكلم الاخ خالد؟ تفضل. يسمعك. يسمعك. تفضل. الو مرحبا خالد. حياك الله. اهلا وسهلا فيك اخوي صالح. حياك الله طال عمرك. اهلا وسهلا فيك. حقيقه مشكورين على تسليط الضوء على هالقضيه هذه الشائكه. الحقيقه انها قضيه يعني من زمان المفروض انكم تسلطوا الضوء عليها. الله. وحقيقه عندي سؤالين. تفضل. السؤال الاول طال عمرك انه انا الحقيقه جتني يعني فواتير عن طريق بطاقتي الفيزا عن طريق الانترنت. واحد داخل على الانترنت حقي وجتني فواتير على بطاقتي. ما ادري كيف دخل عليها. نعم. والسؤال الثاني. السؤال الثاني طال عمرك انه يا ريت يكون في مرونه من البنوك اذا تظلم العميل مثلا او حس انه مظلوم يعني او في ناس دخلوا على حسابه لكن في مرونه في استرجاع المبلغ بسرعه لان الموضوع يطول عندهم ياخذ اكثر من 6 شهور او 7 شهور فيا ريت النقطه هذه تسلطون الضوء عليها الله يعطيك العافيه. طيب نقطه ثانيه صالح. ابا شكرا ما قصرت والف الف شكر على البرنامج. شكرا لك يا صالح. شكرا لك. سلطان من جده. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. مساء الخير استاذ خالد كيف حالكم؟ حياك الله. استاذ خالد عندي لحظه طبعا عندي يمكن حدود شهرين قبل كذا ينزل في حسابي مبالغ زايده. يعني وفجاه تسحب مني اراجع البنك يعني البنك يعني ما يفيدني بالاشياء هذه. على بال ما اخذ شهر شهرين صراحه يعني ما يقول لي انتظر حد ما تجي معامله من الرياض لان البنك الحالي طبعا اللي فاتح حساب فيه طبعا الاداره في الرياض. نعم واضح. ويعني اجت مطره من الاشياء هذه، بينزل مبلغ بحسابي وبيرجع في نفس الوقت، وما ادري عن طريق ايش المبالغ الزايده هذه. طيب، السؤال الثاني سلطان. يعطيكم العافيه ما تقصرون. شكرا جزيلا لك سلطان. طيب، صالح كان يسال عن الفواتير عن طريق الانترنت وهذا تحدثنا عنه، حس لي بالاحتيال الالكتروني. نعم انا هذه يعني على اكثر توقعي يعني انه بيكون اكيد انه استنساخ او شيء زي كذا يعني او انه تسوق عن طريق مثلا مواقع مشبوهه واخذ رقم البطاقه وهذا اللي يصير ونحن نحذر فيه كثير. طيب هو يعني سواء الصالح او غير صالح. نعم. يعني اللي يدخل عن طريق الانترنت وفي مواقع في التجاره الالكترونيه مفتوحه. مضبوط. تستدعي يعني وجود فيزا الكترون يعني مع العميل. صح. لتتميم هذه العمليه. نعم وللتسوق. نعم صحيح. كيف احمي نفسي انا هنا؟ انت تحمي نفسك بانك ما تتسوق الا من مواقع معروفه. في حال انك انت دخلت على الانترنت للتسوق يجب انك اول شيء استخدام برامج حمايه في الكمبيوتر اللي انت شغال عليه. سواء طبعا انا ما انصح انه استخدام في الاماكن العامه والمقاهي. انا دائما انصح بانه تقصد الدخول للحساب وتسجيل هذه. نعم نعم 100% ما تدخل من الاماكن العامه لانه انت ما تعرف برامج الحمايه اللي موجوده. وانت تقوم بعمليات. لا في نواسخ ايضا عن طريق الاسلاك الموجوده في. بالضبط. فلذلك هذه من الاشياء اللي بعض المقاهي فيها. عشان ما نعمم بس طبعا ما. في شك. فلذلك انا اتوقع انه مر اكيد انه حصلت الحالات هذه. ترى الحالات هذه ميب ويتاكد منها البنك. واذا تاكد البنك اللي هي نقطته الثانيه هنا. نقطه الاخوي صالح الثانيه هنا انا لي سؤال. تفضل استاذ خالد. يعني 9 شهور 10 شهور لنفترض انه مبلغ يعني خلينا نقول من 3 شهور 9 شهور لنفترض انه المبلغ يعني مبلغ كبير يعني واخذ من رصيد العميل. يعني انا انتظر لنفترض 9 اشهر 3 اشهر. نعم. على هذه العمليه قد يكون لدي التزامات قد يكون. صحيح. لدي يعني امور عده ترتبط بهذه الماده. صحيح. يعني هل يستدعي كل هذا لا الوقت؟ هو الحقيقه اكد لكم انه ما هو المفروض ابدا ابدا انه تاخذ الفتره هذه. اذا هذا روتين. هذا لا. انا اقدر اقول لك انه قليل يعني. انا متاكد انه استرجاع المبالغ اللي تسحب عن طريق الاختراقات يتم في مده اقل من كذا بكثير يعني. بكثير جدا يعني. في علاقه بين مؤسسه النقد والبنوك يعني انت لما تروح البنك وتقول له بسترجع مبلغ يقول لك برفعها لمؤسسه النقد او شيء من هالقبيل. لا طبعا انت في حاله انت في حاله انك ما توصلت مع حل مع البنك مثلا. انك انت طالبت في مبالغ سحبت من حسابك وما استرجعوها البنك لك.
وطلبت، والبنك اكد لك قال لك لا انا اشوف من وجهه نظري بعد التحقيق انه هذه عمليات ناجحه، وترجع للمستند. فهو طبعا لا، هو العميل ممكن يلجا في ذاك الوقت الى جهات اخرى. يعني مثلا ما اقتنع من رد البنك ممكن يلجا الى جهات اخرى، لكن ثق تماما. جهات اخرى مثل ايش؟ جهات اخرى زي مؤسسه النقد مثلا. لأن هي المظلة النظامية. نعم أكيد إنه طيب. في حالة إنه ما اقتنع من جواب البنك أو من تبرير البنك، نعم هو له الحق إنه يرجع للجهات الأخرى زي مؤسسة. طيب أستاذ خالد، أيضا سؤال سلطان من جدة، يعني دخول المبالغ الزائدة، وهذه يعني موجودة واسمعها كثير، قضية دخول المبالغ وخروجها. أنا بحذر من هذه. أنا طبعا أنا يعني واضح من أخوي سلطان إنه يعني في مبالغ، بس أكيد إن البنك ما ممكن إنك تجي تقول له والله شوف في مبالغ تدخل حسابي وبعدين تطلع والبنك ما يأخذ فيها إجراء. أنا يعني حقيقة البنك لازم يحقق في الموضوع ويعرف وش المبالغ. إذا البنك أودع المبالغ هذه مرة واحدة مثلا بالخطأ وبعدين سحبها وبررها للعميل، هذا شيء ممكن يحصل. ولكن أنه بكلامه أنه باستمرار لابد أنه فعلا يتأكد يرجع للجهات العليا في البنك. يمكن إذا وصل، إذا تكلم مع الفرع مثلا والفرع ما فاده، يروح الأعلى من الفرع، يروح الإدارة الإقليمية. إذا ما استجاب البنك وين أروح؟ لا بيستجيب أساس البنك. أنا ما يصير عليه مسؤولية قانونية، وين أروح؟ في نقطة ودي أوجهها الآن للجميع الأخوة السادة والسيدات المشاهدين، أنه الآن في وحدة للشكاوي استحدثت بطلب من مؤسسة النقد العربي السعودي في كل بنك. استحدثت وحدة معالجة شكاوي العملاء وهي تتبع للإدارة العليا في البنك. ووضحنا وأعطينا أساليب توعية كبيرة كيف تقدر تقدم الشكوى وكوين توصل الشكوى، وفي أرقام للشكاوي وتعطى أرقام، وبالعكس والوحدات هذه تشرف عليها وتتابعها مؤسسة النقد باستمرار للتأكد من أنه شكوى العميل حين أنها تقدم أنها تعالج. كون أني أنا أقدم شكوى وإنها ما عولجت، أنا أكد لك الآن هذا غير موجود يا أخوي جمال. لأن مؤسسة النقد زي ما قلت لك يعني أوفيشلي نظاميا طالبت البنوك بإنشاء وحدة متخصصة لشكاوي العملاء. وهذا طيب. الكلام ما هو جديد، هذا لو طيب. هذه العملية دخول المبالغ الزائدة وخروجها وش نسميها بالضبط؟ أنا كنت بحذر من هذا. إذا كان عملية دخول مبالغ وخروجها وهو قاعد يشوف أنه مبالغ، لابد أن يبلغ البنك، ويبلغ البنك بشكل يعني نظامي، يكتب لهم ويقول أنه في مبالغ لازم يحققون فيها. ولكن أنه إذا يعني حساب ممكن أنه يدخل فيه مبالغ وتخرج، ومبالغ وتخرج، ممكن أنه حسابه قاعد يخترق بطريقة أو بأخرى. لابد أن البنك، يعني أنا ما أقدر أحكم على الحالة هذه، لابد أن البنك يدرس الحالة. ما ندري حنا نعرف أي الأساليب المتبعة هنا. لا طبعا أنت لما تقول في عمليات غسل الأموال مثلا، هي تتم بأنه إيداع مبالغ وسحبها، ولكن هذه تكون من عصابات مخططة، وتكون عارف أن المبالغ هذه جايتك. وهذه اللي انا برضو بحذر منها، انه اذا في يعني دخل مبالغ لحسابك لابد انك تبلغ البنك عنها. انا في حادثه ودي اني اذكرها لانها مهمه الحقيقه. واحد من العملاء دخل مبلغ لا يتجاوز 1,000 ريال لحسابه. اتصل عليه واحد وقال له والله انا بالخطا حولت لك المبلغ هذا، ارجوك يا اخوي الكريم انك تحول لي اياه مره ثانيه، لانه انا هذا والله محوله لاخوي، واخوي مريض وانا علشان اعالجه. طبعا الرجل هذا فعلا لقى ال1,000 ريال هذه محولة لحسابه، فوش سوى؟ راح وحولها، أنشأ طبعا مستفيد، وراح حولها مرة ثانية للشخص هذا. لما حولها طبعا الرجال ما انتبه لحسابه، سحبت من حسابه 100,000. لأنه أخطأ فعلا. فنصيحتي أنا، تم الاختراق من خلال التحويل، من خلال التحويل. فأنا أنصح أنه لما تجيك مبالغ أنت ما أنت عارفها، هو يقول أخوي سلطان يقول مبالغ زائدة، بس أنا ما أدري وش يقصد بمبالغ زائدة. زايد عن حسابه حسب ما فهمنا. حسابه معناته انك لازم تبلغ فيها البنك، ولا انك لو جاك كلمك واحد قال والله انا حولت لك بالخطا، انك تروح وتحولها. هذا من اكبر يعني الاخطاء اللي يقعون فيها مع الاسف العملاء لطيبتهم، يعني طيبتهم يقول والله فعلا هذه مبالغ ما تخصني انا لازم ارجعها. طيب نعود من جديد للاتصالات. ماجد من الظهران. ماجد تفضل. الو. تفضل يا ماجد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. أخي جمال. حياك الله يا هلا. الله يسلمك. تسلم. تفضل. نحيي الضيف الكريم. عندي بس نقطتين أبغى أسأل ضيفك عليهم. تفضل. القروض اللي تقدمها البنوك السعودية هم يستخدموا الفائدة المركبة اللي يسمونها compounded interest. يعني كل بنوك العالم يستخدموا simple interest اللي هي الفائدة البسيطة.
صحيح. للأسف الثقافة المالية عندنا في مجتمعنا يعني البنوك قاعدة تستغلها بدرجة يعني لأنه المواطن ما صار له حق. يعني حكومتنا الرشيدة ما قصرت يعني أعطتنا كل شيء، لكن البنوك القطاع الخاص يعني ضعف ثقافة المجتمع خاصة في الفائدة المركبة دي. النقطة الثانية اللي أبغى أسأل ضيفك عنها اللي هي لما أحيانا أستخدم البطاقة الماكينة هذه الإسكاني يقول لي العملية ملغاة، لكن تتفاجأ أنك تروح تشيك تلقى المبلغ سحب، ولما تبغى تسترجع المبلغ يقول لك لازم تقدم خطاب للبنك أو تجيب ورقة يعني تأخذ العملية شهرين ثلاثة شهور إلى ما ترجع فلوسك بحسابك. يعني هم لما يأخذوها ما تأخذ أقل من دقيقة، لكن أنت لما تبي تسترجع فلوسك وحقك اللي أنت يقول لك لا لازم تراجع وتقدم أوراق. يعني ما أدري ليش ما في شفافية تكون عندنا. يعني الثقافة المالية للأسف يعني ليش ما تدرس مثلا في الثانوية لأشياء مبسطة زي الفائدة المركبة دي. والشغلة بس والنقطة أخيرة الريبو العكسي والريبو، يعني في ناس واجد ما يفهموا ايش معناها. يعني نجد مؤسسة النقد انها يعني تعطي قروض للبنوك نسبة مئوية يعني صغيرة 1% 2%، بينما تجد البنك يعطي المواطن قرض 7%. صح. يعني لماذا هذا برضو ما تناقش؟ يعني نريد يعني تدخل مجلس الشورى. يعني حتى البنوك على المستوى الاجتماعي ما تلقى لهم مثلا تبرعات او بناء مساجد او بناء مثلا مدارس، يعني ارباحهم تقدر بالمليارات سنويا. انت تتحدث يعني عن المواطن وما يعطون. نعم انت تتحدث عن باب مسؤوليه اجتماعيه. شكرا لك ماجد. عبد الرحمن من الرياض. الو تفضل يا عبد الرحمن. الو مسك الله بالخير. مسك الله بالنور. هلا وغلا. ممكن اكلم ضيفك الاستاذ؟ يسمعك. تفضل. تفضل استاذ خالد. سلام. الحقيقه انا عندي مشكله. اول شيء السلام عليكم. وعليكم السلام. في الحقيقة أنا عندي مشكلة صارت لي قبل تقريبا 3 أيام. أنا عندي مؤسسة مقاولات، جاني شيك باسم المؤسسة ولا عندي حساب باسم المؤسسة، فرحت للبنك أبغى أستلم الشيك، قالوا لي أودع في حساب المؤسسة. قلت أنا ما عندي حساب المؤسسة. قالوا لي ما تقدر تسحبه. قلت أبغى أسحبه، هذه إثباتاتي معي، السجل معي وكلش معي. قالوا لي ما تقدر تسحبه. جيت أفتح الحساب باسم المؤسسة طلع السجل منتي. قالوا روح جدد السجل لنا. نعم. طيب انا صاحب المؤسسه وانا والسجل معي والاثباتات معي، ليش ما اقدر اسحب الشيك كاش؟ واضح. هذا طيب. سؤالي في الحقيقه. طيب شكرا لك يا عبد الرحمن. شكرا. طيب نبدا بماجد استاذ خالد. يعني هو تكلم عن في الحقيقه هو تكلم عن ثقافه بنكيه مصرفيه قد تكاد تكون غائبه لدينا في البنوك السعودية أو غالب المؤسسات المالية والمصرفية لدينا، حتى ربما في وقت من الأوقات شركات الوساطة أو الديلرز أو البروكرز. يعني هذه القضية، يعني بالفعل هل نعاني من نقص ثقافة مصرفية لدينا في أوساط المجتمع السعودي؟ ما هو بالضرورة أخوي جمال الحقيقة. يعني أسئلة الأخوي ماجد هي ما تصب في محور الحلقة واللي هي التوعية المصرفية بالاحتيال المصرفي والمالي، ولكن عن الفوائد المركبه والريبو. طبعا ما في شك في سياسات موجوده وتحت اشراف مؤسسه النقد، يعني السياسات اللي تضعها الان البنوك في الاقراض لا تتوقع انها بملأ عن مراقبه المؤسسه. بالعكس المؤسسه هي اللي يعني تضع التشريعات في الاقراض وغيره، وتراقب الفائده وتتاكد ان الفائده هي يعني في الوضع السليم. انا ما اقدر اقول لك والله هي كم زايده ولا ناقصه ولا اكثر من الريبو ولا اقل، لكن سياسه الاقراض تحت اشراف مؤسسه النقد هذا مما لا شك فيه، وجميع الاجراءات الثانيه. طيب في نقطه تقول ماجد على اللي هي البطاقه العمليه ملغاه، وهذه نواجهها. هذه نعم حدث ولا كلنا حرج الحقيقه. نعم. لكن البنوك انا اللي اعرفه اخوي جمال، وانا يعني متاكد ان اخوي ماجد مار على مشكله، يمكن المفروض ارجاع المبلغ فورا. يعني في خلال 24 ساعه اذا العمليه ملغاه المبلغ يرجع فورا، ما يتاخر الى اوقات. لابد انه في مشكله ثانيه، يمكن اذا كان عند البنك المعين مشكلة معينة، ولا في هذاك اليوم كان في الشبكة مشكلة معينة. نعم. وتحتاج وقت، هذا شيء ثاني. طيب. ولا في خلال 24 ساعة. عبد الرحمن يقول عنده مؤسسة شيك جاي يسحب الشيك، رفضوا هو صاحب الشيك. الحقيقة شوف الشيك باسم المؤسسة وهذا شيء معروف، يعني هذا الشيك يعتبر شيك مسطر وشيك يعني
يعتبر انه ما دامه باسم مؤسسه فلان الفلاني المفروض انه يدخل باسم مؤسسه فلان. ولكن في حالات البنوك فعلا تتاكد انه صاحب المؤسسه هذه الفرديه اللي يعني سجلها التجاري يمكن الغي او ملغى او كذلك بامكانها انها تتفاهم مع العميل، لكن انه يعتبر كنهائيا ما يقدر يصرف الشيك ابدا. يقدر يصرف الشيك، يتفاهم مع الاداره العليا وبامكانه، او انه يجدد السجل التجاري. اخوي عبد الرحمن جدد يعني النظام يكفل انه يصرف حتى لو ما جدد السجل. نعم 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 اذا ما وجد الحل عند الفرع يتجه الى نعم. الان نحن بعد تحديث المعلومات اللي سويناه في 2004 نعم. بعض الشركات والمؤسسات فعلا ما تبغى تجدد السجل التجاري. في المبالغ اللي بعد ما جمدناها نحن المبالغ هذه بعد ما نقوم بالتحقق من كل شيء نرجع العميل. طيب احنا كنا واقفين عند نقطه غسيل الاموال. نعم. احتيال غسيل الاموال. نعم. كيف يتم احتيال غسيل الاموال؟ يعني خلني اعرف لك غسيل الاموال يعني هالوقت. نعم. هذا في لغط كبير حول هذا الموضوع. نعم. يعني خصوصا مع الازمه الماليه يعني وبعض صحيح. الدول. نعم. تعريف غسيل الاموال بس علشان اعرفه للساده المشاهدين انه عمليه اخفاء مصادر اموال مكتسبه بطرق غير مشروعه. نعم. طرق غير مشروعه زي الابتزاز، الاحتيال المالي، تجاره المخدرات، تهريب الأسلحة، بيع الأسلحة، كل الأمور اللي تجني من وراها مكاسب طائلة فأنت تريد أنك تضفي عليها الشرعية. كيف تضفي عليها الشرعية؟ لازم تمر بثلاث مراحل قبل ما أنها فعلا تصبح يعني مدمجة مع المبالغ الشرعية. ثلاث مراحلها بسيطة. تعتبر أول مرحلة لما افرض انك عندك تجاره، عشان ابدي ابسطها للجميع المشاهدين، افرض اني عندي مال الان كسبته بطريقه غير مشروعه، مبلغ كبير من المال، وش اول شيء بسويه؟ بحاول انه اودعه في الجهاز المصرفي. اذا تم الايداع، طبعا الناس تفكر طبعا هي عصابات ما تم ايداع المبلغ كله كامل يعني حجم ملايين، لانه راح يطلع استفهام هنا. نعم. فهو ما راح يدخل بالمساله، يحاول يجزئ المبلغ هذا. اذا مرت عمليه الايداع بسلام بحيث انه البنك ما اكتشف ان فيها عمليه غسل اموال، تروح للمرحله الثانيه. المرحله الثانيه اللي يسمونها مرحله التغطيه والتمويه. غاسلو الاموال الان هو اودع المبلغ هذا الكبير فيبغى يغطي الغطاء شرعي. أيوة. لهذه العمليه يروح يسوي يعقد صفقات تجاريه ويشتري عقارات واملاك ولوحات ثمينه، فيحاول انه يستخدم المبلغ هذا ويغطيه في جانب آخر. إذا برضو ما خلاص تمت العملية هذه بنجاح، تجي لآخر عملية واللي هي صعب على القانون أنه يكشف أنها عملية غسل الأموال، هي عملية الدمج. فيروح يدمج المكاسب هذه، يروح يبيع العقارات والأملاك يعني بصفة مبسطة ويدمجها مع الأموال الشرعية. فتصبح الآن مختلطة. فتصبح حتى صعب على أمام القانون. هو مال شرعي. مال شرعي يعتبر في إذا مر الثلاث مراحل. قد يسعى إلى تضخيم أصول في بعض الجوانب. قد يسعى. نعم. طبعاً. وقد يستغلون الآن غاسلو الأموال وش يسوونهم؟ يستغلون الشركات والمؤسسات البسيطة ويحاولون يدخلون معاهم في صفقات، يقولوا إن عن طريقك من مرر أول عملية اللي هي عملية الإيداع بحكم إنك أنت شركة ونقدر نحن نوصل وهكذا ولك نسبة ربح. فأنا أنصح إنه يعني مو بس اني انصح، انا اكد انه ما يعني الشركات والمؤسسات حتى الافراد ما يدخلون في عمليات مشبوهه مع شركات، مع تجارات غير منطقيه وغير يعني مكاسب غير مشروعه. تشوف مبالغ كبيره يقول لك والله بس انت اودعها في الحساب وانا بعطيك نسبه مثلا 20 او 10%، احيانا يغريك 50% 30%. فتقول انه والله بيجيني هالمبلغ انا يلا وانا جالس. وانا جالس ما تدري انك راح تسار، راح تدخل في عمليه يعاقب. طيب. عليها القانون عند دخول يعني انا اعرف انه في مؤسسه النقد في شيء اسمه خريطه الحساب او شيء من هالقبيل يتم فيه او كشف الحساب او كشف الحساب. كشف. نعم. الحساب. هذا الجانب يعني هل تتم مراقبته من قبل ادارات متخصصه في كل البنوك في قضيه المبالغ التي دخلت والمبالغ التي خرجت؟ هل هذا مصدرها مشروع، مصدرها غير مشروع؟ ما هو الاجراء الذي يتخذ حينها؟ ممتاز. البنوك لها انظمه الكترونيه، انظمه اللي هي مراقبة العمليات المشبوهة. عند يعني جميع البنوك عندها أنظمة متخصصة كيف النظام هذا يعمل. يعني أول ما العميل يجيني أنا أسوي له زي ملف للعميل، أعرف حجم العمليات، الدخل، السحوبات، الحوالات، الكاش اللي يجي سواء شركة أو مؤسسة أو فرد.
فأنا أضمن المعلومات هذه ضمن برنامج عندي. فإذا جت حوالات أو جت مثلا إيداعات أو حاجات خارج عن النطاق هذا بنسبة معينة، البنك عليه التحقق. هذا اللي يسمونه البنك عليه التحقق من العملية هذه. نعم. إذا البنك تحقق ولقى أن العملية هذه لا عملية أوكي ما فيها أي مشكلة، نعم خلاص تم التحقق منها. جميل. ولكن إذا اكتشف البنك أنه العملية هذه عملية مشبوهة وفعلا يعني تثير الشك وهكذا، فيبلغ الجهات المعنية في وزارة الداخلية بال. جميل. طبعا أنا أمامي يعني ملف كبير جدا لإدارة التفتيش البنكي، ومتحدثين هنا عن غسيل الأموال في هذا الجانب. هل أعتقد أنه هذا مرجع، يعني إذا أردنا الحديث هذا النظام، نعم نعم، إذا أردنا الحديث عن أنه عن نظام توعية، ربما هل يستطيع المواطنين الرجوع إلى هذا النظام كمرجع؟ لا، الحقيقة هذا ما هو توعوي، هذا النظام اللي صدر أول نظام، طبعا أول نظام غسل الأموال صدر في 1995، نعم، وحدث التحديث الأول في 2003، والآن التحديث الأخير صدر في 2008، وشمل القواعد هذه شملت جميع أساليب الوقاية والحماية والإرشادات للبنوك. نعم. في الحقيقة هي وقواعد يجب أن يعمل فيها البنوك، وتوجيهات وإرشادات، فهذا خاص الحقيقة بالبنوك وليس بالعملاء. يعني طيب أنا زي ما قرأت أنه في رقابة داخلية 100%، نعم، داخل البنوك، نعم أكيد، وفي رقابة خارجية من قبل إدارة التفتيش، نعم نعم 100% البنكي، نعم. إذن يعني لنكون شفافين، هناك بعض العمليات يعني وهي موجودة هنا، نعم، قد تتم عن طريق بعض المواطنين، نعم، وبعض تحديدا عفوا الموظفين من قبل بعض البنوك، لكنها ربما قليلة لدينا، نعم، هنا، نعم، في البنوك. هذه العملية تشرف عليها الرقابة الداخلية في البنوك أم الرقابة الخارجية إدارة التفتيش البنكي؟ طبعا العمليات، أي عمليات مشبوهة ترفع إلى وحدة التحريات المالية بوزارة الداخلية مع صورة للمؤسسة النقد. لأن فيها جانب جنائي. نعم أكيد 100%. هي المعنيين الآن في عمليات غسل الأموال هي وحدة التحريات المالية اللي في وزارة الداخلية. البنك في حال أنه زي ما قلنا نحن ما ندري، هل البنك ما يدري هل هي عملية غسل أموال أو تمويل إرهاب أو جريمة مالية معينة، هو اشتبه في العملية هذه، في الإيداع هذا، في السلوك هذا، في التصرف هذا. عندنا نموذج معين، نعبي النموذج هذا ونرسل وحدة التحريات المالية مع صورة المؤسسة. طبعا بعد كده تتم المتابعة من الوحدة التحريات المالية ومؤسسة النقد بالنسبة للعملية. والبنك طبعا يخطر البنك لاحقا بالنتائج اللي توصلت لها التحريات هذه. طيب نقف أيضا على أحد الأنواع وأساليب الاحتيال التي نتحدث عنها. هناك احتيال للاحتيال الإلكتروني لسرقة معلومات عملاء البنوك وشركات بطاقات الائتمان. الهندسة الاجتماعية وانتحال الشخصية والاتصال الهاتفي الاحتيالي، نعم، ماذا يقصد به؟ هذا الحقيقة في بعض العصابات يتصل عليك مثلا ويقول لك أنا فلان الفلاني من البنك الفلان الفلاني حقين ذيك الديار، نعم، بدون ما نتكلم باسم الدولة، نعم، وأنه ترى اللي يجب تحديث معلوماتك، ولا والله يقول لك أنت فزت في جائزة، ولا أنت ورثت المبلغ من المال. يعني تجيك أحيانا رسائل أو أحيانا اتصالات تليفونية أو أحيانا رسائل على البريد، ويحاولون الاصطياد معلوماتك السرية بأي شكل من الأشكال، سواء أرقام حساباتك أو رقم هويتك الشخصي أو أرقام سرية أو حتى عنوانك وهكذا. فهذول هي الاتصالات هذه المشبوهة اللي نحن أبسلوت نحذر من 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 التعاطي معها ومن التعامل معها ومن الرد عليها وراها. يعني يتوقعون أنهم يكسبون مبلغ من المال وهذا غير صحيح، بالعكس هذا تجربة. هناك أيضا طريقة، يعني صحح لي إن كنت مخطئ، يعني يقال أنه في بعض الاتصالات ترد ويقول لك أنه أنا أعطيك 30,000 وبالفعل يحول لك 30,000، بعد فترة يطلب منك مبلغ كبير، يأخذ المبلغ هذا على أساس أنه بيضعف أرباحك. نعم، هو عشان يبني الثقة أحيانا. هي العصابات هذه زي ما قلت أنا أكد لك أنها عصابات، هي ممكن تجي على شكل أفراد، حتى دراسة كبير. نفسية يعني، نعم، يدرسك نفسيا أبسلوت هي عصابات، هي ما هي شخص ولا هي عصابات يدرسونك نفسيا فعلا زي ما تفضلت وهكذا، ويحاولون فيك مرة ومرتين وثلاثة وأربع. وأنا سبق وأني شاهدت بعض الأشياء يعني جت أمامي يعني واستشرت فيها ونظرتها واضحة يعني من بدايتها أن نصب احتيال، ولكن طيب بعض الناس مع الأسف. هل نمتلك برنامج لإنذار الصحوبات النقدية وبرنامج للبصمة لمكافحة الاحتيال لدينا في السعودية؟
والله النظام البصمة لم يعمل فيه حتى الآن الحقيقة، ولكن السحوبات النقدية طبعا بالنسبة لنا نحن تعتبر آمنة. يعني السحب النقدي سواء عن طريق استعمال دفتر شيكات أو السحب النقدي عن طريق استعمال مثلا أجهزة الصراف، عملية آمنة جدا، يعني ما فيها أي مشكلة تعتبر بالنسبة لنا يعني. لكن عملية البصمة هي الآن يعني التوجه المستقبلي هي في يعني إيجاد يعني مجال لإدخال عملية البصمة في السحوبات وفي في التعرف على شخصية وهوية العميل، وهذا جاري. هل هناك إحصائية عن عدد أو حجم أو عديد الأموال التي تم من خلالها الاحتيال المصرفي أو المالي لدينا هنا في السعودية؟ أخوي جمال، في الحقيقة يعني مو بلازم السعودية، لكن أنا بذكر لك مثلا جمالا يعني أنا أمامي رقم إن كان صحيحا، يعني يقال أنه خسار الناتج عن احتيال مالي تتم عن طريق الشبكة العنكبوتية 4.2 مليار. مليار، نعم. هذا صحيح. صحيح؟ صحيح، نعم. هذا من الانترنت في 2007. هذا فقط صحيح. في 2007 وهذا فقط عن طريق الانترنت. وخليني بعد أنا أضيف أنه في 2006 أنشئ 23 ألف مواقع مزيفة على على عن طريق الانترنت. مواقع مشابهة للبنوك. للبنوك. للمؤسسات البنوك. مزيفة، فأنت بتدخلها برابط، تدخل أرقامك السرية، خلاص يعني تأخذ وتعرف. في 2006 حوالي 23 ألف، في 2007 44 ألف، وهكذا في العملية في الزيادة. طيب البنوك الإلكترونية هذه الجديدة إيش فكرتها برضه؟ يعني هذه نفس القضية؟ لا، نحن خليني بس يعني أكمل النقطة هذه. الآن البنوك تصرف مبالغ كبيرة الحقيقة لمراقبة المواقع هذه على مدار 24 ساعة، وبالعكس وتجند شركات متخصصة في هالمجال لاكتشاف المواقع المزيفة وتدميرها وحجبها يعني 100%. فالبنوك المزيفة هذه جزء برضو نفس الشيء اللي نسميه شل بانكس. هذه شل بانكس هذه بنوك وهمية ما لها أي أساس من الصحة، ونحن نحذر التعامل معها ونرفض، ولا وممنوع تعامل بنوك مع أي. لذلك يجب أن نتأكد من الرابط في أثناء دخولنا للبنوك، يعني نتأكد من البنك. جميع طيب البنوك ملزمة بالشيء. هل صحيح نصيب دول أو منطقة الخليج من هذه عمليات الاحتيال المالي تلك 380 مليون؟ نعم، الحقيقة في الإحصائيات الأخيرة اللي نعم صدرت، نعم 380 مليون كانت عمليات تزييف وتزوير واحتيال نصب واحتيال مالي ومصرفي، نعم كإجمالي. عمليات الاحتيال التي تعرض لها القطاع المصرفي في السعودية بواسطة البطاقات الائتمانية بلغت خسائرها أكثر من 30 مليون ريال. نعم. كيف تعلق؟ نعم. لا، هي الحقيقة شوف هي الأسرع تطورا والأسرع انتشارا. العمليات أسرع تقنية في التعامل معها يعني 100%، ما في شك. ولكن في اتخاذ الحيطة والحذر واتباع الإرشادات راح تقل المبلغ هذا بأضعاف أضعاف، صدقني يا أخوي جمال. نحن فعلا يعني نعتبر يعني كدولة ناشئة في هالمجال، ولو أن عندنا أنظمة وعندنا أشياء تغطي، ولكن مع الأسف الوعي مستخدمين المنتجات هذه يعني أقل الحقيقة. يعني يجب رفع الوعي في استخدام المنتجات هذه، وهذا ضروري. نعم. جدا الحقيقة. الحديث معك شيق الأستاذ خالد بن عبد العزيز أبو عبيد، رئيس لجنة التوعية المصرفية للبنوك العاملة في المملكة. شكرا جزيلا لك. شكرا. الشكر موصول لكم أيضا أنتم أعزائي المشاهدين على متابعة هذه الحلقة من برنامج اقتصاديات، وكذلك موصول لمعدل برنامج الزميل بندر الهويشل والمخرج هذه الحلقة الزميل سليمان المعجل. هذه تحيات محدثكم جمال معيقل في اقتصاديات، حقائق تترجمها الأرقام على الأمنيات. إلى اللقاء.